بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نواله كل المخلوقات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا يا حبيب الأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. ومن الناس أنا تو هذه مش ركز عليها اللي اخترت عليها. لا، نكملوا مع الآية 206. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، يكتفي جهنم. كان تنكيل به وتخسيره. ما أنت حبيت السمعة العالية وحبيت تسعى في الدنيا مفسدا وتهلك الحرث والناس، أو قالك أشياء نهايت كارثية ودائمة أبدية. لا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، تكفيه جهنم، سيسهر ستحرق جلده إلى الأبد، تكرر بدنا جلدة أخرى، بشرة أخرى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هاي جهنم أحكم عليها ربي وبحق، لبئس المهاد، الفرش اللي فيه بؤس لا إمكان ليوصي من طرف الإنسان أو رجال. قال ربي لبئس لو بير دو بير دو بير ديلي ولا دو سيجور اللي تحب أنت. على كل حال، احنا نخاف ربنا وما يساعدناش باش يلعب بينا ابليس ويلهوثنا وورطنا مع رب العالمين. احنا نعرفوا ربي، هل جزاء الاحسان الاحسان، ومن يظلم نفسه فلا يلومن الا نفسه. والسلام.